منير انت تعال مني خل هذا هناك عشان يدش عند سعود. ولك والله ما يقصم صدق؟ والله ما تقدر تصيده سعود. من راس كفو. يلا امسك الحين جايتك سعود جايتك ها. يلا سعود يلا سعود يلا سعود يلا سعود. حلو حلو سعود حلو. انطح انطح حلو حلو. امسكها 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 درباك. مسافر يوم السبت بيجيب دكتوره وبيرد، بس انا من اليوم خليت الباخر كلهم ينادون الدكتور عادل. سعود خلاص بيسافر يجيب الدكتوره ويرجع الدكتور عادل. اللي ما يقول لك دكتور شنو راح احط راسه بالنافوره. يا جماعه اي نوع حيوان تبون وانتم بكرامه خلاص ودي منير بابا. اي نوع حيوان تبون وانتم بكرامه كلموني على هالرقم. كل انواع الحيوانات عندي. وهي هالطول؟ شوف 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 الفهدي. والله شوف الفهدي شو اسوي. كيلاني حبيبي. هلا سين. هلا بالدكتور المقدم. شنو هالفنيات هذه يا الفهدي؟ ها شنو هالفنيات هذه مسويها؟ سين والله العظيم راح اسوي لك قعده هني شتويه. ايه باسمك انت وعبيد خاصه، ما في احد غيرك مقعد فيها. بس اصحاب المكان. نعيم وصعب حلو. تشقك الحين تغار. ها سعدي حبيب قلبي شو الوضع؟ والله تو عم ابو علي طلع دين ديني فوقني عاد تكفى. شنو قاعد تسوي؟ قاعد اشتغل. خلينا نشوف شنو الشغل؟ ماكو شغل. روح 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 اقعد هناك لا تجيني فوقني. خلينا نشوف سعدي شنو تشوف عادل؟ خلينا نشوف شو تشوف تكفى. خلينا نشوف شغل. يا الله صبرك يا كريم. طول لي بالي بس شويه انا عارف شلون بس. اي خلينا نشوف. اي شو تشوف عندنا شو تشوف قاعد ايش قاعد ركب هذه عادل خلاص. شنو قاعد تسوي؟ قاعد اطبق مسامير مطفى ما عندي. ما يصير يا سعود. شنو مسمار فاضي شنو ما يصير؟ ما يصير كذي طلعه بهذا. اي ما يصير راح يطيح على وجهك يا سعود. شنو انت غبي كنت قبل ولا توه جديد؟ ما يصير يا سعود راح يطلع عوي. خلاص سيبي انت وخ يا راح يطلع عوي المسمار. اي كذي وشيله اسحب 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 اسحب. انت شنو يعني ايش هالغباء هذا يعني ليه متى قاعد اعلم انا شنو بتسوي شنو التأليف هذا حق شنو الطاولة ليش انت اول شيء فهمني ليش هذا ليش عادل ايش فيك مريض انت ولا شنو والله جد مريض وش فيك ليش قاعد تسوي هذا مالك شغل انا قاعد اسال ايش تبي يقول لي طب يا سعود انت يا سعود حق شنو قاعد تسوي هذا اول شيء قول لي قول لي يا بلواك يا فهد تعال فكني من الله يرحم لي والديك قول لي حق شنو قاعد تسوي بس فهمني انا باك شوف اكلي وماي بقعد مني انا بسوي لي بيت اي انا انا حق الطاوله فهمت بيتي لك ولا للطاوله ولكن انت روح لا افش راسك بطني عندي الله يمكن بيت حقك لا هو هني تحلال النومه ايه سعود ليش سعود ليش كذي قاعد تسوي حقك طاوة خو حط خشبة خلاص ليش هالاكشن فادي بشكل حلو لا تقعد هو تشوف فكني منه تكرم خله حبي التيم ليش قاعد يسوي هذا كله طقطقة خله ليش كذي بيسوي جول ليش يعني القطوة بتطمر هذا كله غلط يعني ليه هني ارتفاع شنو سعود تيم ليش كل هذا بس فهمني يعني انا ابي افهم يمكن بعلق هدومك تيم
بس مو سيده. شوف 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 مسامير 6 ساعات وما ثبت قاعد يطيق بالهذا ما حاش الطوف وما بك اسف يا طوف يا طوف يا لوح ايش تبي تشكوى انا بسوي مو انت خله شكني والله خله لان هني ترى في يهالي دشون حصل واحد بالياخر بطلع 100,000 ما ادري من بديت يا سعود ليش هذا كله خلاص حط خشبه اصبغها حط خشبه اصبغها بتصير عادية يا سعود ليش هذا؟ أم لا حقني أنا بخر عنك فكني ليش قاعد تسوي هذا كله؟ يعني منظر حلو يعني الحين هذا المنظر وايد حلو عاجبك اللي فوق؟ راح أصك هذا كله راح أصكه وراح أصير هذا راح أسوي باب راح يموتونك طاوة باكر وبعدين شو نسوي بالمكان؟ يموتون من شنو من سنابك يموتون من شنو يموتون؟ فكني اذكر الله الله أنا يمكن أموت مو القطاوة والله اسمع بس هذه غرفة فهود يعني يبطل قطاوة حلو ريحة خذ ريحة حلو جوك لا وأنا أنت تصدق تنفع بالجاخور تونس حيل يعني أقول لك شيء سعود يعني والله جوك بالجاخور مو طبيعي يعني أول شيء تجيب لنا الريحة وتجيب لنا الخوف بكل مكان ما أدري يعني هذه غرفته يعني يبطل دريشة ريحة أنا خلص عادل تكفر والله لو أعتبر خلاص هيك طاولتك وادي محطهم القفص مرة يا سعود سعود بس ليش ليه فوق؟ ليه فوق؟ هذا أول شيء مفروض تقص اللي فوق عشان تسوي افهم يا لوح افهم هذا الحين مو مفتوح مني؟ ايه مو مفتوح؟ ايه هذا يتسكر كله ها بتسكر هذا كله؟ ايوه بس مو اسكر اقمت لك طاوة لا شبك حلو ومني شو يصير؟ ايه فيل ها بعد بعد ما تبي تتحمس سباحة؟ والله هذا كله بتسويه بهالمكان؟ انت شاف لبسك هلا ضلعي شفت العين سوى هلا ضلعي شفت اللي انا شفته بقى شنو تشوف بقى قاف راسك ولك حرامات حرامات ولك يا ابو الحيان حرامات يشقك صبحو مساء هواي هذا الصوت حلو شو يسوي ما بنزل لكم اكونت واحد من ربع حبيب القلب ضلعي من العراق ينزل اوميجات سواتش كل الالوان اللي تبيها موجوده واي واحد من طرفي له خصم 10% فوق السعر اللي هو حاطه له خصم 10% بحط لكم الصوره الحين رفعوا الشاشه دشوا على سنابه واستمتعوا